يلا ان شاء الله نشوف البطاريه مره اخرى. ماذا أنظر؟ واو رائع، جميل جدا يا محمد. حسنا كيجي، سوف أريكم الآن عرض نتحدث فيه عن العلم السعودي. نتحدث عن العلم السعودي. حسنا صغاري، طبعا كيجي هذا علم سعودي، هذا اليوم الوطني، يوم وطني أم عيد؟ هل في أحد يقول عيد وطني؟ ليس عيد، نعم إنه يوم وطني، يوم واحد فقط، يوم وطني. العيد عيد الفطر وعيد الأضحى، صحيح؟ نعم، اليوم الوطني السعودي. حسناً صغار، انتبهوا جميعاً معي. انظري هذه يا معلمتي. أين؟ ماذا أنظر حبيبي؟ أخبرني. انظري. أين؟ انظر. طلعت الصورة عندكم كيجي؟ صورتي تغير. ما طلع شيء، طلع حاجة عندكم؟ لا لا؟ ما في حاجة؟ ما في علم؟ لا 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 يوجد علم الآن؟ لا. والآن؟ لا. طيب كي ننتظر. تأكدوا كيجي. حسنا، والآن هل يوجد شيء؟ نعم نعم. حسنا، يوجد؟ نعم.
برافو. نعم. يا ركزوا معي كيجي، ركزوا معي كلكم راح تشاركون معي. طيب اليوم ركز معي يا محمد. محمد محمد ايوه ركز معي حبيبي، ركز شطور. يلا طيب، يعد العلم في المملكة العربية السعودية رمزا للحاكم والدولة، هذا هو العلم السعودي يا كيج، ها هو العلم السعودي صحيح؟ طيب اخبروني يا كيج، هل العلم السعودي، انظروا للعلم السعودي، هل هو دائرة؟ لا. هل هو مثلث؟ صوت واحد كيج، الجميع يشارك. هل لا. هو مثلث؟ لا. دائرة؟ لا. محمد محمد، هل العلم دائرة؟ هاي محمد ارفع صوتك. لا. اخبروني هل هو العلم مستطيل؟ نعم. اسمع اصواتكم، هل العلم مستطيل؟ نعم. اهلا حاجة، ارفع اصواتكم، هل العلم مستطيل؟ نعم. جوجو هل العلم مستطيل؟ نعم. برافو، نعم العلم مستطيل. العلم نعم مستطيل. ما لون العلم يا كيجي؟ أحمر؟ أخضر. لا أخضر. أنا أراه أحمر، هل هو أحمر؟ أحمر. محمد هل أراه أزرق؟ لا. مازن 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 لونه أصفر؟ لا أخضر. آدم هل لونه أبيض؟ لا. إذا ما لونه؟ لونه أخضر. لونه أخضر. أحسنتم، لونه أخضر، لونه أخضر. إذا هو مستطيل لونه أخضر، مستطيل لونه أخضر. برافو عليكم. طيب كيجي، ماذا مكتوب داخل العلم؟ في الوسط ما هو مكتوب؟ لا إله إلا الله. برافو برافو عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بصوت عالي كيجي، مع بعض مع بعض، يلا يا صغاري. لا إله لا إله إلا الله محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. برافو عليك. رسول الله. ماذا يوجد في الداخل كذلك؟ سيف. برافو سيف. ماذا يوجد؟ محمد بعده عن فمك. سيف يوجد. سيف. إذن العلم السعودي يا كيجي مستطيل الشكل، لونه أخضر، مكتوب في الداخل في الوسط مش لا إله إلا الله محمدا رسول الله يا ماجد، وفي الأسفل يا حور سيف، في الأسفل سيف. آدم أين أنت آدم؟ طيب لا إله إلا الله والسيف ما لونهما؟ أخبروني ما لونهما. هاي محمد ما لونه؟ ما لون السيف؟ أبيض. ماذا؟ أبيض. برافو. حور ماذا ما لون السيف؟ أبيض. أيوة آدم ما لون السيف؟ والشهادتين ما لونهما؟ هاي أبيض. شكرا هكذا. برافو عليكم أبيض. طيب كيجي الآن هل أرميه في الأرض؟ لا. لماذا لا أرميه في الأرض يا كيجي؟ لأن يوجد فيه ماذا؟ كلمة التوحيد. أحسنت أحسنت يا دانا، كلمة التوحيد. ما هي كلمة التوحيد يا جنى؟ لا إله إلا الله محمدا محمدا
رسول الله، يعني يا كيجي العلم السعودي هو العلم الوحيد الذي يحضر ملامسته للأرض، أي لا يسقط في الأرض ولا ندخل في أماكن غير طاهرة، يعني مثل الحمام لا ندخل العلم في الحمام. لماذا؟ لأن يوجد فيه كلمة التوحيد يا كيجي، توجد فيه كلمات التوحيد. هل أدخل العلم إلى دورة المياه يا كيجي؟ لا نعم. وهل أسقطه في الآر؟ لا لا برافو عليكم يا صغاري. طيب يلا حان وقت الأسئلة والألعاب، أخبروني كيجي، واحد هل هو هذا العلم السعودي؟ لا من يقول نعم؟ هل هو هذا العلم السعودي؟ لا ارفعوا أصواتكم، ارفعوا أصواتكم. إياد آدم، هل هو العلم السعودي؟ برافو. هل هذا؟ نعم. صوت واحد، هل هذا العلم السعودي؟ نعم. طيب هذا؟ لا لا لا. هذا علم من؟ البحرين، علم البحرين، هل هو علم السعودي؟ لا. لون العلم ماذا؟ أخضر. برافو عليكم، إذا هذا هو العلم السعودي. صفقوا جميعا لنا، يلا صفقوا جميعا، برافو كيدي الجميلين، برافو. ما هي العبارة المكتوبة بداخل علمنا الجميل؟ ما هي العبارة يا كيجي؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فقط يا محمد؟ لا لا لا. مكتوب الله أكبر؟ لا. ارفعوا أصواتكم، الله أكبر؟ الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أرسل. ارفع أصواتكم مثل محمد. أرسل. نعم أحسنتم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب من هو مؤسس المملكة العربية السعودية؟ من هو المؤسس؟ ملكنا الملك عبد العزيز. برافو يا دانا، برافو. الملك عبد العزيز رحمه الله، الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله. طيب كيجي أخبروني، من هو الملك الآن؟ ملكنا ما اسمه الملك؟ ملك سلمان. الملك سلمان. سلمان، الملك سلمان، بابا سلمان، الملك سلمان، الملك سلمان. طيب هو ولي العهد يا مازن، من هو ولي العهد؟ الأمير محمد. أحسنتم، محمد بن سلمان، محمد بن سلمان. إذا المؤسس هو الملك عبد العزيز آل سعود، الملك، والملك سلمان حفظه الله. أما ولي العهد هو محمد بن سلمان حفظه الله. طيب ما هي العملة السعودية؟ ما هي العملة؟ هل هذه العملة التي نستخدمها في السعودية؟ ريال. طيب هل هذا شكلها؟ نعم. بالداخل الملك من؟ ماذا يوجد بالداخل؟ من هو الملك؟ من هذا؟ الملك؟ سلمان. طيب مالك سلمان. العملة السعودية؟ لا. هل هذه؟ لا. هذه درهم، هل هي العملة السعودية؟ لا. أحسنتم، إذا هذه العملة السعودية، برافو. طب أخبروني، هل هذه ريال أم 50 ريال؟ 50 ريال. أيوه 50 ريال. يا نسمة الشودة، ايش دي انا؟ سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر، رددي الله اكبر يا
إلى الأعلى، هيا تنشطوا. نعم نريد أن نرفعه إلى الأعلى. حسناً، الآن عرفنا عن العلم السعودي، تحدثنا عن العلم السعودي وهو يلا كل جميعكم ارفعوا الأعلام إلى الأعلى. حسناً حسناً العلم والوطن. أيوة العلم والوطن. والعليا نجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أصبر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن. تكتب الفرحة لك أحلى قصيد افتخرنا فيك يا وجه السعد تكتب الفرحة لك أحلى قصيد افتخرنا فيك يا وجه السعد والشعب كله يردد عسلمان والشعب كله يردد عسلمان. إذا بارك الله فيكم عاش سلمان عاش سلمان. كيجي أخبروني متى تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني؟ هل نحتفل بأي يوم؟ لا أم من التاريخ؟ نعم ما هو التاريخ؟ يوم مناسب. نعم ما هو اسم طيب ما هو التاريخ الذي نحتفل فيه في اليوم الوطني؟ 23. برافو عليك يا جنى 23 سبتمبر. كل عام نحتفل 23 سبتمبر نحتفل في اليوم الوطني. طيب من هو مؤسس المملكة؟ قلنا اسم المؤسس من هو؟ الملك عبد العزيز. برافو عليك يا دانا. الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز. طيب بعدين كانت المملكة في الأول كان اسمها مملكة الحجاز اسمها نجد فأصبح اسمها ماذا؟ اسمها الآن ماذا؟ المملكة؟ المملكة العربية السعودية. أحسنتم بارك الله فيكم. إذن تعلمنا اليوم على اليوم الوطني السعودي اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. أحسنتم جميعا. كيجي كلكم أبيكم تصورون للمعلم وترسلون علي لي بالخاص. حسنا أبي أريد أن أرى أشكالكم كيف. حسن صغاري، حسن يا مازن وحور، كلكم صوروني وارسلوا لي بالخاص، أريد أن أراكم. حسن فيديو صورة أي حاجة، أهم شيء بشوف كيف ملابسكم. حسنا حسنا إلى اللقاء يا أطفال الحلوين.
إلى اللقاء. أراكم في الغد يا صغاري. باي باي. إلى اللقاء يا جميلين. إلى اللقاء يا صغاري.